عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة نيما. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم زوج ديال الصواني. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والتقنية اللي غادي نوريكم اليوم. هنا غادي نحتاجوا الإطار، وانتم تقدروا تاخذوا زاجة ولا تاخذوا إطار ديال شي صوار. المهم أنا هذا كان عندي قديم ما تلاحظوا، وتيبقى الاختيار ديال القياس، لأن أنا هذا إطار كان عندي. إذا انتم شوفوا القياس اللي تقدروا تاخذوا. هنايا هاد الزاجه لاصقه على الاطار، لان كنت ملصقه بلا غلو وما بغاش تحيد. اذا حيدت انا غير ديك السكوتش اللي كاين في الجوانب، واحتفظت بالاطار مع ديك الزاجه ديالها. غادي نخدم عليها. هنايا غادي ناخذ ديك الكول ولا الخل ولا المهم الكحول، ولا باش ننظفوا دائما الزاج قبل ما نخدموا به. غادي نحتاجو، هذا هو السر، واننا غادي نحتاجو هذه كما تلاحظوا، هذه باش نحكوا اللواني. جاكس كي يقول لها جاكس، نقول لها حتى تنسميوها الحلفه ديال اللواني. اذا غادي نتوما تشوفوا، غادي نحلها، غادي نحلها غير بشويه باش غادي ندير لها على الطريقه هذه، وغادي تشوفوا كيفاش غادي علاش غادي نستعملها وكيفاش غادي نستعملها. غادي ناخذ 4 ديال القطع منهم وغادي نحلهم بنفس الطريقه هما هادو، ومن بعد غادي نصوب بهم ديك الصينيه. صافي بني، حليتهم كلهم بربعه بهم، درت لهم على هذه الطريقه، سرحتهم مزيان. غادي ننزلهم دابا، غادي نبقى ننزل هاد القطع بربعه، غادي ننزلهم فوق ديك الزاجه بهذه الطريقه هذه. تبعوا معايا. ما شفتوا كيفاش شكلتهم وكيفاش حليتهم؟ حليت وحده بوحده وقديتهم وحاولت انني نلصقهم بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. بعد ما قديت كل شيء، غادي ناخذ هاد الرشاش ديال الصباغه. هاد النهار اختاريت اللون النحاسي، حتى هو تيجي شيك في الصباغه ديالو. اذا غادي ناخذ، غادي نبدا نرش. غادي ناخذ لي واحد المسافه منين نبغيو نرشو بهاد الرشاش، دائما تنخليو مسافه باش هكاك عاد تنرشو. اذا غادي نرشها كلها بهاد الطريقه، ومن بعد غادي نخليها تنشف. دابا ندوزو القطعة الثانية اللي غادي تكون الصينية الثانية. غادي ناخد نفس الطريقة، غادي ناخد ديك الجاكس، غادي نسرحو بهذه الطريقة هادي. غناخد غير قطعة واحدة لأن هاديك صغيرة، وغادي نكمل، غادي نكمل في الجوانب ونشكلها مزيان على هاد الشكل، وأنا تنسرح وأنا تنشوف تنقدها على كلها بهذه الطريقة هادي وأنا تنسرح. هنايا غادي تشوفو الشكل عاوتاني ديالها كي غادي يجي. غادي ناخد صباغه، غادي هاد اختاريت الصباغه بيضاء بالرشاش، حتى هي رشاش، وغادي نرش مزيان بنفس الطريقه اللي رشت بها الاولى، ومن بعد غادي نخليها حتى هي تنشف. دابا غادي نشوفوا النتيجه ديال القطعه بزوج ديال البلاطويات بزوج. خليتهم نشفوا، غادي نحيدوا عليهم هذيك جاكس، وغادي تشوفوا النتيجه كل وحده مختلفه على الاخرى. شوفوا الشكل، شوفوا الشكل رخامي بلا ما احتاجينا اننا حنايا اللي غادي نرسموه ولا نشكلوه. اذا هاد التقنيه هذه سهله وبسيطه، وتتخلي تتعطيك واحد الشكل جميل. هاد الصينيات اللي كان هو اطار ولا زاجه ورديناه صينيه. اذا حنا مازال ما كملناش، غادي نكملوا عليها على الطريقه. غادي نكملوا. اذا غادي ناخذ عاوتاني القطعه الثانيه. هنايا في البيض ما تتبانش لان صبغتها في البيض، ولكن من بعد غادي تشوفوا النتيجه ديالها شنو عطاتنا. هنايا ما تتبانش بطبيعه الحال لان البلاطو عندي في البيض والصباغه في البيض، ولكن هانتوما تتشوفوا شويه ديال لي غوفلي ديال ديك الغوفلي ديالها، ولكن غادي يبان الشكل ديالها ملي غادي نزيدو نكملوها ونديروا عليها الصباغه الاخرى. Thank you.
غادي نحتاجو رولو، غادي نحتاجو صباغه في الاسود، غادي نصبغوها بالاسود. بزوج البلاطويات غادي الصينيات غادي نصبغوهم باللون الاسود. غادي ناخدو ديك الرولو باش يسهل علينا الصباغه، من الاحسن لانه هو اللي خصنا نصوبو به. اذا غادي نصبغ هاد القطعات بزوج بالاسود بنفس اللون، غادي نصبغهم وغادي نخليهم حتى هما ينشفوا ومن بعد شوفوا النتيجه. فهمتوا شفتوا الشكل منين نشف؟ دابا شوفوا اللون اللي عطانا ديال هذا الرخامي مع هذا الاسود وهذا النحاسي. شوفوا الشكل، وهنايا تنوريكم الاطار الحواف درتهم ثم بالاسود. اذا انتما تشوفوا الشكل ديال النحاسي كي جا هذا اللون حتى هو شيك وتيجي راقي وجميل، وتنغيروا شويه على الالوان المعتاده. هنايا غادي ناخذوا الفيرني، اي فيرني ماشي لابد تلتزموا بهذا الفيرني هذا بالضبط، اي فيرني تقدروا ديروا به باش نحافظوا على الصباغه هكاك باش ما تقشرش وتبقى تتبقى ديك اللمعان وديك البروتيكسيون بحال اللي تتحميها من اي حاجه، من تقشار ولا شي حاجه. اذا غادي ندهنوا هاد الفيرني ولا كما تيقولوا الوارنيش. اذا غادي ندهنوه مزيان من الحواف، وغادي ندهن من اللور حتى هو. دابا غادي نخليهم ينشفوا. غادي ناخذ هاد القطعه، انتما تتشوفوا شوفوا الشكل كيعطانا ديال هاد الابيض والاسود، جا مغاير على الاخر النحاسي، مع انه نفس التكنيك نفس التقنيه. اذا غادي ندهن حتى الاخرى بهذيك القطعه، حتى هي غندهنها بالفيرني ونخليهم ينشفوا. هنا مازال ما نشفوش، ولكن انا غادي ندير لهم هاد لي باتان في الرجيلات اللي غادي يكونوا رجيلات ديال هاد الصينيات، ومن بعد غادي نخليهم ينشفوا وعاوتاني غادي نكملهم. بعد ما نشفو غادي دابا غادي نكملهم، غادي ندير لهم هاد لي ديدات هاد لي بوانيه هذا باش غادي يكونوا هما باش نهزو الصينيه. اختاريت انا هاد اللون النحاسي على حساب الصينيه، على حساب اللون الصباغه اللي عندي. اذا هنا غادي نلصقهم في هاد القطعات ديال الخشب، خديت القياس وغادي نثقب وغادي نلصقهم. دابا غادي نلصقهم بهاد ليفيس، غادي ندير فيهم ليفيس ديالهم انتما تتشوفوا. غادي نزيرهم مزيان، غادي ندير القطعه الثانيه البوانيه الاخرى الثانيه، وتشوفوا الشكل ديالو كيجا. إذن هذا هو الشكل اللي عطانا. شوفوا من سقت لها ليديدات، شوفوا الشكل ديال هاد الالوان ديال هاد الرخامي بالنحاسي والاسود كشنو عطانا، وهذا بالابيض والاسود. شوفوا عاوتاني الشكل اللي عطانا مخالف، بان مخالف على الاخر اللي درنا بالنحاسي، مع انه نفس التقنيه ونفس الماده اللي استعملنا فيهم بزوج. كل وحده عطاتنا شكل والالوان حتى هي شو وحده، كل وحده عطاتنا هاد اللون. دابا غادي ندير عاوتاني هاد لاكلوف، غادي نلصق فيهم هاد ليديدات لهاد الصوينيه، وانتم تقدروا تقبوهم تمشوا عند مالين الزاج وتقبوه لكم ويديروا لكم ليفيس كما درت انا في الاول في الاخرى ديال الخشب. اذا عندكم الاختيار، وتتبقى الالوان اختياريه كما درت في هاد الالوان بالنحاسي ولا بالابيض والاسود، انتم يبقى لكم الاختيار انتم. تنتمنى ان هاد الفيديو ديال اليوم ديال هاد الشكل الرخامي ما تعذبنا فيه ما والو، لان تقنيه سهله وبسيطه، ما محتاجينش اننا نتعلموا نرسموا ولا نديرو شي حاجه بشكل رخامي. اذا هذه تقنيه واحده اخرى درتها. اذا تنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش انكم ديروا لي اللايكات وتخليوا لي التعليقات ديالكم، تقولوا لي الراي ديالكم، والا كان شي استفسارات حتى هي خليوها لي، ونتلاقاو فيديو اخر باذن الله. ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.